خش خش. هو الراجل ده ساكن في متحف محمد علي ولا ايه؟ ده قصر القميص طاز. ستوب روكي اتكروي. ماشي يا حلوه نتفتش، بس شوف لنا اوضه نتكني فيها ونتفتش. روكي اتكروي. ماشي، بس على فكره انا بتفتش ذاتي. روكي اتكروي. كلوتي انا جاي هنا غصب عني. روكي اتكروي. ايه روكي اتكروي كده. ايه اللي بتعمل ايه ده؟ روكي اتكروي. لا انا مش روكي. روكي روكي اتكروي. لا انا ما بتفتشش يا عم. في ايه بتعملي؟ ايه باظ حاجه خفيفه عشان الطريق بس. ما خلاص بقى. الله. لا مش لاقيه يا ستي. خلاص يا مروكي. خلاص يا مروكي بقى. شو ده؟ ايه شو ده؟ نتفضل اتفضل اتفضل. ساعتك قلت لك اتكلم لغه ثالثه. بس ايه المتحف ده ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رحيم فين؟ ايه الرحمن الرحيم، انت طلعت لنا منين يا طلعت من اي حته؟ انت في حاجه وقعت منك؟ مفيش حاجه يا عم، احنا عايزين البروفيسور. عايزين البروفيسور؟ اه اصل احنا لا مؤاخذه قاصدين البروفيسور ده يعني عشان معانا حاله. على فكره انتوا حظكم حلوه قوي قوي قوي، البروفيسور النهارده كان عنده مشوار واتلغى، فكده ممكن يقابلكم. طب يلا بقى نفسك معانا يا معلم. شحته شحته. هو ده بقيت السحر؟ شت على هنا. اتفضلوا هنا. قول له احنا جايين ليه؟ ابدا ابدا سيدي، احنا حمزه صديقنا كان سايق العربيه وعمل حادثه وفقد الذاكره. شت. حمزه هو كان معاه ورق مهم قوي، فهو خباه في حته واحنا مش لاقيينه. شت. اتفضلوا استريحوا. يعني هنفضل كتير واقفين يا معلم؟ طب احنا واقفين دي احداد ولا ايه؟ ايه ده؟ ده هيطير ده ولا ايه؟ اعقل اعقل وارسي لك على قارة. الظاهر مفيش حد جوه. طب نجي لهم وقت تاني. انا بقول نسيب لهم ورقة. ايه ده يا سمو الامير؟ ده العلم يغني؟ شت. ده العلم بيسكر يا عم. ايه ده يا عم؟ قول له يشرب وما يخافش عشان يسهل علينا المهمة. يقول لك البروفيسور لا تخف اشرب، إن هذا المشروب سيسهل لنا المهمة. لا ما أخذ إيه؟ ما مش هاخد حاجة، ما مش هعمل حاجة من دي. حمزة عود عمك الخفاش واشرب شوية بس عشان تسهل المهمة. لا أنا مش هشرب. أنا حمزة ها. ساعد الساحر، خلينا نتسخر. خلينا نعرف الورق ده طريقه فين. اشرب. قولوا لا مؤاخذة في دي الكلمة يسيب الكوباية. يقول لك البروفيسور لا مؤاخذة ضع الكوباية. هعد من واحد لتلاتة، هحط ايدي الشمال وانت تحط ايدك اليمين في اللفة التالتة. في اللفة التالتة. ركز. يا ابن القرود. لا برافو عليك. يلا بينا نمشي، ده راجل هايل.
غمض عينيك. يقول لك البروفيسير غمض عينيك واحلم معاه. بعدين كوميديا. شايف ايه؟ ايوه انا شايف اهو. انا شايف ميه. ايوه شايف ايه كمان؟ وقصب. وفي واحده المؤاخذه كده بتغسل وعريانه كده. ما تبصش عليها. يا هناء. ايوه هناء. انا عرفت الشنطه بتاعتكم تبقى فين. ها؟ بس اللي جواها مش ورق. دي فلوس وليا فيها 20%. كفايه 15%. كلمه زياده هيبقى 40%. بس يا معلم خفاش. 25% واحنا ارتضينا. بس تشوف لنا المصلحه دي في انهي دقيقه وتجيبها. زي ما وعدتكم بالظبط جبتكم لمكان المصلحه. يا نهار ازرق ربي يلعب كلابيه. هو مفكر نفسه في الساحل؟ ده مفعول المشروب اللي انا شربته له. بس شايف المايوه فظيع. عجبك؟ لا لا فظيع. مش عايز مراوغات. اجيب لك فراخ بانيه؟ انا عايز الفلوس. بانيه تحفه انا مجربها. الفلوس. ايه ده؟ بص بص ده طلع صناره. ايوه طلع سمارة عشان نصطاد بيها. يا عم الحاج احنا هنهينك انت والله الصغير ابن الحاج. احنا عصابة مش مصدقيننا ليه؟ ده في شاي وفي لازمة سجاير وعايش حياتي. متشائم والله من العملية دي من ساعة ما لبست رؤى دوت. وانت عاملة رؤى؟ لا معلش بقى. هي عاملة رؤى بس انا مش عامل عبيط. ايه ده الجو؟ بيطلع سنسلة. سنسلة؟ سنسلة. ما هي دي المصلحة. الشنطة دي بقى لها قد ايه يا ابني في المايه؟ حواري شهرين ثلاث اشهر اربع اشهر. انت يا ابني قبل ما تخزن البضاعة في الملاحة ما حطيتهاش في كياس نايلون؟ انا لفيتهم في فويل. فويل ايه يا ابني بس؟ انت كنت ناوي تحطها في الفرن. وبعدين ينفع معلم زيك يا حمزة ما يعرفش اصول التخزين؟ طب حد ينزل معاه الملاحة؟ حد ينزل معاه والنبي؟ انزلوا انتوا الاتنين معاه. ها؟ لا. انزل انت يا رؤى. لا انزل ايه؟ انا نزلت قبل كده مع ابو كمال وغرقت. انزل معاه انت يا ضفدع. لا يا بروفيسور في انجيل. مش ده اللي بيقول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي على البر حبيب مستني يقول لك سلامات هون بس. والعمل يا فسواني يعوض عليك ربنا. ايه؟ شعبري الملاحة والملاحة اطلع عليها اطلع عليها الملاحة الملاحة. حمام سبيه يعود عليك ربنا. فلوسك غرقت في بحر الظلمات. الملاحة والملاحة والفلوس راحت في الشلة. هما دي بقى له أسبوع
بدخله ملحات واخرجه ما ادانيش غير 100 جنيه. الراجل ده بتشوفه بقالك اسبوع؟ ايوه بقالي اسبوع، وانا اللي مغرق معاه الشنطه. انت اللي مغرق كمان معاه الشنطه؟ مين؟ زيزو. الفلوس فين يا حمزة؟ ما أعرفش. الفلوس فين يا حبيبي؟ ما أعرفش. الفلوس فين؟ ما أعرفش. ماشي، احنا قلنا ان امك اكيد وحشتك فجبناك عشان تشوفها. طبعا تحب تشوف ام مبسوطه واحنا هنبسطها عشان تقول الشنطه فين. الشنطه فين يا حمزه؟ مين دول؟ مين دول يا حمزه؟ شنطه ايه؟ انت ايه يا عادك؟ انت ما مشيتيش ليه؟ ما لحقتش يا ابني، ما لحقتش. ماما انا جاوبك على سؤالي. للاسف انت ما عرفتيش تربي يا حاجه. حمزة حرامي سرق مننا فلوس واحنا عايزين. حمزة قدامك حل من اتنين، يا تقول لنا الشنطة فين، يا اما تشوف امك وهي بتموت. بتموت بتموت. قول لهم حمزة. معرفش معرفش الفلوس فين. الفلوس فين يا حمزة؟ معرفش. قول لهم يا حمزة. يا آخر مرة يا حمزة، الفلوس فين؟ معرفش. منير اشتغل. بلاش يا مسدس، وشك لفوق شوية يا ماما. باتي اللي باي. منظر الروح وهي بتطلع يخلي أي حد يتكلم. سيبوني وأنا أقول لكم فين الفلوس. إحنا آسفين يا حاجة، أصل العيل الوحش بيجيب لأهله مشاكل. انزل اخلص. نازل. انزل يا حمزة. هو ده المكان؟ فين الفلوس؟ الفلوس ايه؟ وحشتيني. وريني. مش فاكر يا بتاع النعناع يا عم نعناع. ما خلاص بقى راحت ايام النعناع بقى. حط الشنطة دي في العربية. شنطة ايه اللي اتحط في العربية؟ ايه؟ امي. عنده حق برضه. أم برضو، الأم غالية. ماشي. ألو، سيب الولية، إحنا معانا الشنطة خلاص. واستني منها تليفون تعرفي إمتى وفين حنسلمك نصيبك. تمام. سلام سلام يا متنعنع.
اسود منيل دي لكنه. ولا يهمك ولا يهمك، انت معاك حاجه ارميها ارميها. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ده حضرتك، ما حضرتك مشيت كل العربيات اشمعنى احنا يعني؟ بطل العربيه انزل. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. ماشي ماشي تحت امر حضرتك يا فندم. انزل يا باشا. فتشوا لنا العربيه يا ابني. هو في ايه يا فندم؟ اتفضل حضرتك الرخص. رخص على فين كده ان شاء الله؟ الساحل ان شاء الله. الساحل رايحين تعملوا ايه؟ احنا ناس اشراف جايين نصطاد. منير انت ما جبتش الشبكه؟ لا لا لا، جبت الشبكه والزماره. فعلا يا فندم الزماره، حتى الزماره دي بنصطاد بيها سمك تعابين، بيقعد يزمر لهم كده فيطلعوا له من الميه. والله انت تعرف يا باشا ده في سمك جديد لانج احنا بنصطاده من البحر، بيطلع بالصينيه ومع البطاطس. فعلا يا فندم، حتى المره اللي فاتت طلع لنا بالصدفه طبق طحينه من بقه. لقيت ليه في العربيه يا ابني؟ تمام يا فندم، لقيت الدولارات دي في شنطه عربيه. ايه؟ شنطه الدولارات؟ دولارات ايه يا فندم؟ الشنطه فيها زبادي. هي شنطه بتاعتنا، الدولارات مش بتاعتنا. يا باشا معليك، تم التعامل مع البلاغ ولقينا كميه كبيره قوي من الدولارات. اوامر معليك يا باشا. ابرز الدولارات وحطهم في البوكس بره. اوامر معليك يا فندم. قول للعيال دي على البوكس يا ابني. ليه يا فندم في ايه؟ لا احنا نروح على البوكس. ليه يا فندم في ايه؟ طب اتصل بالمحامي. يلا للماما بتاعتنا. يا فندم احنا معانا زبادي ما معناش دولارات. على البوكس. طب اتصل بماما. ايه ده؟ واحد يا سيدي جايب لنا زياره. احنا؟ تكونش الحاجه؟ امي؟ هتبعتها لنا منين الحله دي؟ من الاخره؟ محشي ليلى. ليلى امسكي قوتي نفسك. هتتحب ليلى يا عم. لا لا على المحشي. نعم. في ايه؟ دي ورقه. دي ورقه عنب بس انت مش فاهم. ازيك يا زيزو؟ عامل ايه يا منير؟ وحشتوني يا ولادي. ليه؟ انتوا عارفين لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي حد زيكم، عارفين ليه؟ ليه؟ عشان اغبياء وصدقتوني. بس انا دلوقتي اقدر اقول لكم الشنطه فين. الحكايه اللي انا كنت عايز اعمل عمليه نظيفه لا فيها دم ولا حبس، وكان لازم اسيب لكم خيط يحرككم زي ما انا عايز. احنا نروح له بيت امه ونكبس عليه هناك، وبعديها جبتكم على فرحي النهارده. وادي دعوه الفرح اهي يا عم. خدوا الدعوه كبير، واكيد جاي لك في الطريق. اوعى إيه تصدقوا ان دي مراتي، وانا برضه هتجوز نادي عسليه. هي بنت رقاصه بس جدعه قوي بصراحه، وكان نفسها تمثل واديتها الفرصه. اما بقى حماي العزيز اللوست عبد العقل ده سواق التاكسي بتاع نادي عسليه. اليونيفورم وصاحبه نادي عسليه. ما طلعتش صاحبتها دي، صاحبتي انا منى. وحوده التمرج وعم غني. اما بقى الفس العلم. ليلى انتي انتي يا سلفا يا عسل. تند على موز زيالة ولا ايه؟ حبيبي يا حد. بتعمل ايه؟ مش هلاقي الصناره، انا واقف اسالها يا نوي. طب امسك يا حوض. اوه رجاه، هنا الواحد يعني الناس البنايه ويقصى الدنيا. وفي نفس الوقت اللي كنتوا مسحولين فيه عشان تلاقوا الشنطه معايا. ايوه باشا. كانت رجاله الحمامس ماشيين ورانا خطوه خطوه عشان يلاقي فلوسه. وخلصت منهم لما شاف الفلوس بايشه قدامهم في الملاحات. حمامس بيه يعود عليك ربنا، فلوسك غرقت في بحر الظلمات. وطبعا كل ده بمساعده البروفيسور والمترجم بتاعه عم هاني الصياد. ازيك عم هاني؟ اهلا. انت لسه هتعد يا عم؟ مش خساره. خد كام دول؟ دول 20 باك و19 ونص ليك و500. لا لا التقسيمه بتاعت 19 ونص ليك وما اعرفش مين ده بقى ولا اتلم يا ابني الابلسه. وكان المفروض كانت دي تبقى نهايه الفيلم معاك ومع الحمامسي، ولولا غلطه المراكب اللي ما كنتش عامل حسابه طبعا. وانت جرأت يا منير ومديت ايدك على امي، وده اللي خلاني اعلمكم الادب بس بطريقتي، عشان تقول واستخدم معاكم الخطه البديله. تاخدوا الفلوس بس مزور. الفلوس ايه؟
وطبعا الكمين اللي قبض عليكم ده ما كانش صدفه. يا باشا معليك، تم التعامل مع البلاغ ولقينا كميه كبيره قوي من الدولارات. اوامر معليك يا باشا. وطبعا بعد ما حكيت لكم كل الحكايه اكيد عرفتوا دلوقتي انا بعت المحشي ليه. سلام يا زيزو. سلام يا منير. حلو يا حمزه، عملت معانا الغلط، عدلنا المحشي ليه؟ عشان ناكله ولا عشان ما تقولهاش ما تقولهاش. انا رميت السناره وخلاص جت لي اشاره لان